أحلى مشتركين وأجمل متابعين ليا لقناتي أكلتك من الآخر. عندي أنا وبس النهاردة سريعا كده هنعمل إن شاء الله نوع من أنواع الفراخ المشوية. أنواع الفراخ المشوية أنا إن شاء الله هبقى أنزل لكم ليها أكتر من طريقة لأن هي ليها طرق كتير جدا. معانا دلوقتي فراخ كل ورك، طبعا انت وركة او صدر ايا كان ايه القطعة اللي في الفرخة، ايه هتقطعيها قطعة مش كبيرة قوي وايه ونفتحها كده ايه علشان التوابل بتاعتنا تدخل في ايه في اللحم. معانا دول معلقتين صلصة من اللي احنا عاملينهم ايه في البيت. معانا دبس الرمان، دبس الرمان ده نوع من انواع الفراخ المشوية، دبس الرمان يا جماعة هايل. معانا ليمونة ونص، معانا يعتبر ورقتين لوري. معانا بقى بصوا التوابل بتاعتنا، بصوا انا عايزة اقول لكم حاجة عشان انا كان في متابعة ليا ايه كلمتني بخصوص موضوع التوابل ده. يا جماعة موضوع التوابل ده فيه حاجات معينة انا بقول لكم ما تحطوش توابل علشان لما هتجودوا الموضوع هيفرط منكم في الطعم. التوابل في الحاجات في المشويات في حاجات معينة جدا لازم التوابل. فالتوابل انت تقدري تجيبي انواع توابل كتير جدا ومش غالية، تقدري تجيبي حتى من كل نوع بخمسة جنيه بس، توابل مش غالية. بالنسبة ان انت تجمعي التوابل كلها في مخك، انا منزل لكم فيديو بخصوص الموضوع ده كان طلب مني وهحطه لكم برضو في صندوق الوصف. ما اقدرش يا جماعة اطبخ بفلفل وملح بس، الفلفل والملح بس اللي هو طبعا اهالينا كانوا بيعملوا كده وكل الكلام ده زمان، بس الكلام ده ما ينفعش مش في كل وقت. خلاص الدنيا بتتغير والدنيا بتتطور والاكل طعمه بيبقى مختلف. زمان ما كانش فيه اكلات دليفري ومطاعم هندي وسوري وصيني فالموضوع اتطور، فاحنا بقينا نتذوق اطعمه مختلفه. انا اسفه اني بطول عليكم بس فعلا ايه يعني الموضوع مهم. فانا بقول لكم احنا دلوقتي التوابل بتاعتنا، ما عندكيش نص التوابل دي براحتك، انا هقول لكم على الاساسي منها وانتي شكلي بقى ونوعي براحتك. الفلفل الاسود والثوم الباودر والبصل الباودر اللي احنا برضو عملناهم في القناه، كنزين من كنوز المطبخ يا جماعه، ما بشتريش من بره لان كله مضروب ومقلب. جوز الطيب، جوز الطيب دي الواحده ب 2 جنيه ونص، يعني الواحده واحنا بناخد منها شعره لان ما ينفعش ابدا ان احنا نزود من جوزة الطيب. البابريكا ومعايا دي بهارات، دي قرفه يا رب، دي قرفه ودي الكوبيبه الصيني والكاري ودي اللي هي سبع بهارات وكم وحده قرنفل. الموضوع سهل جدا صدقوني، يعني مش صعب. ايه المشكله فيه؟ ما فيش اي مشكله خالص. معانا بقى بصله مبشوره، الطريقه اللي انا نزلتها لكم قبل كده ما كانش فيها ايه بصل، دي بصله مبشوره هنعمل فيها ايه، لازم تكون مبشوره ما ينفعش في الكبه، هتستخدمي المبشره العاديه. ليه؟ لان المبشره انا عايزه الميه بتاعه البصل بس مش عايزه البصل نفسه. البشر بيخلي البصل ينزل ميته وانا هوريكم ازاي هننزل الميه بتاعه البصل. تمام. كل اللي هعمله بقى دلوقتي انا المعلقتين الصلصه اهو هحط عليهم كمية كويسة كده من ايه دبس الرمان. دبس الرمان حلو جدا 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 في الشوي. ماشي، ممكن اقول لكم اللي انا حطيته ده بتاع خمس معلق كبار، ما تحسبوش ان هي بصوا نزل صغير ازاي، فمثلا ايه بتاع اربع معالق خمس معلق كبار. تمام. هجيب بس وهجيب معلقه زبده، الزبده البلدي احنا مسيحينها، هحطها على الخليط ده وهركنه على جنب. ماشي، يعني طبعا هقلب كل ده على جنب. خلاص الخليط ده بتاعنا اكتمل، يلا بينا بقى علشان ايه نتبل الفراخ واوريكم هنطلع ميه البصل ازاي.
بصوا دلوقتي عشان تنزلي المية بتاعة البصل، بصوا شايفين انا اساسا بصوا ده من غير ما اعمل اي حاجة شايفين مية البصل، عشان كده بقول لكم لازم يتبشر في المبشرة. النوع ده بصوا من المصافي اللي هو ليه بوز، ده كنت انا عملت لكم مش عارفة اثناء عرض الفيديو ده، انا كنت نزلت الفيديو بتاع المشتريات ده ولا لا؟ قلت لكم على المصفى دي، المصفى اللي هي ببوز دي جيبوها لانها ليها يعني استخدامات حلوة جدا وبتسهل عليكي. انا هجيب اهو الفنجال، هضغط بس بايدي كده، شايفين انا بس عايزة اوريكم، شايفين عصير البصل بينزل بكل سهولة. هتقولي لي يا جرمين طب والتفل ده نعمل فيه ايه؟ اوعي ترميه طبعا، حرام. انت كل اللي هتعمليه انت هتحطيه في كيس تخزين من اللي هو الاكياس التلاجة دي، وتحطيه في الفريزر يتحط على الشوربة يخلي طعمها تحفة. وانتوا كنتوا طلبتوا مني التوابل بتاعت الشوربة واحسن حاجات تتحط على الشوربة عشان على الفراخ يعني في السلق وكده، ان شاء الله ايه هبقى انزل لكم فيديو قريب. خلاص انا خدت ايه المية، هحط المية كده طبق يكون ايه ليه جوانب كده شوية يا جماعة، ماشي. احط يعني معلقة خل، هحط التوابل كلها، هحط الليمونة ونص بتوعي، بس كده. بصوا المبشرة الصغنونة دي بتاعت جوز الطيب، هندي بس ايه رشتين خفاف كده جوز الطيب، بتدي طعم حلو جدا. معايا واحدة مرق الدجاج فورية، لو انت مش حابة تحطيها براحتك خالص. هنحط بقى الملح، عايزاها سبايسي تقدري تحطي ايه شوية شطة، ماشي. بس كده هقلب بقى كل ده مع بعضه، هتقولولي طب انت يا جرمين ليه ما خدتيش تفل البصل؟ هقول لكم ان انا هشوي الفراخ في الفرن بطريقه يعني هتعجبكم جدا ان شاء الله، وهتسهل عليكم وخصوصا للناس اللي ما عندهاش شوايه. يعني انا كنت نزلت لكم قبل كده خلطه بالايه بالشوي في على الشواية اللي هي الايه، بس كل خلطة بتبقى ليها نكهة مميزة تانية. يعني الخلطة اللي انا كنت عملتها لكم كان في خلطة فيها كاتشب وفيها عسل وكده، الخلطة قبل كده يعني ايه فاهمين، انا كل مرة بشكل لكم في ايه الفراخ المشوية. وفي على فكرة طريقة للفراخ المشوية بالملح والفلفل بس، يعني برضو ان شاء الله هبقى انزلها لكم. بصوا احنا اهم حاجة نخلي الفراخ بتاعتنا ايه تحت الجلد كده. برضو في خلطة قبل كده كنا استخدمنا فيها الزبادي، بس الخلطة دي بقى عشان بدبس الرمان مختلفة شوية. نتبل الفراخ كلها، اهم حاجة بص احنا مفتحين اللحم ازاي، والقرنفل بيدي في الشوي ريحة حلوة جدا. انا عايزاكم تخلو يعني خليكم معايا عشان اقول لكم على طريقة الشوي. خلاص كده احنا
تبلنا اخر قطعه معانا، هنسيبها بقى في التتبيله مثلا ساعه، مش محتاجه يعني اكتر من كده. عايزه تعمليها قبلها بيوم ماشي، مفيش مشكله، مش هيضر. خلاص هسيبها بقى ايه في التتبيله شويه. احنا كده تبلنا خلاص الفراخ، هحط بقى ايه ورق اللوري كده بينها، يدي بقى ايه ريحه للفراخ. بس كده هغطيها بقى بالورق اللي هو البلاستيك الاستريتش، وبعد كده اسيبها ساعه في الثلاجه، وايه وارجع لكم على طول اقول لكم الخطوه اللي بعد كده ان شاء الله. ايه يا حلوين، دلوقتي انا سبتها ساعه في ال، انا بس بجيب الصوص اللي احنا حطيناه. انا دلوقتي سبتها ساعه ايه في التتبيله بتاعتها، وطبعا كنت مغطياها بالبلاستيك الاسترتش. هشيله بقى، هوريكم بقى طريقه ايه التسويه، ودي مهمه جدا. في الاول بس هعمل ايه، ده الصوص اللي احنا حضرناه اللي هو معلقتين صلصه وتقريبا 5 معالق دبس الرمان وزبده. هي طبعا الزبده ايه متحجره معاها شويه عشان كان الصوص في الثلاجه، بس ايه يعني هيسيح ايه اثناء الشوي. هعمل ايه بقى، ايه انا اتعامل بايدي احسن، واحسن من الفرشه كمان، يعني ايه ما تعمليش بالفرشه. بص انا هاخد جزء بسيط من الصوص، مش ايه مش هحط الصوص كله، لان انا هضيفه مره تانية هوريكم، يعني خليكم معايا وايه وهقول لكم امتى. ماشي انا ايه هظبط الفراخ كلها. الصوص ده بقى هيديني مش طعم بس، طعم ولون، لون للشوي يعني ايه حلو جدا اهو. انا مش عايزه ازود عشان ايه انا محتاجه الصوص تاني. خوفت بقى من اللي وقع في التتبيلة. بس كده هشيل بقى بقية الصوص بتاعنا. بصوا بقى هنشوي الفراخ ازاي. احنا الاول هنشويها على البوتاجاز. هتقولولي ازاي جرمين، هقولكم. بص احنا هنجيب صينية، والشواية دي بتاعة شواية كهرباء عندي. هتقولي لي يا جرمين طب انا لو مش عندي، هقولك ان انت اي حد بيبيع ادوات منزلية بيبيع الشواية، وبتبقى احلى من دي كمان في ايه سوري بتبقى زي اللي عند الحاتي، شواية هما طبقتين وبيتقفلوا ويتفتحوا، بتحط انت الفراخ وهي ايه بتتقفل وبتفضل تقلبيها كده، ورخيصة. فاحنا هنجيب شواية، هنجيب بقى كوباية مية هندلقها زي ما بنعمل ايه في الشواية الكهرباء بالظبط. وطبعا انا علشان دي صينية الومنيوم هحط ايه خل علشان الصينية ما تسودش مني. هرص بقى الفراخ بتاعتي بالشكل ده اهو كده تمام. هجيب بقى الصوص وورق اللوري هحطه في الميه، هيعمل بقى ايه النكهه لما البخار هيطلع، هيعمل بقى نكهه بنت لذينه اثناء السوى. بصوا احنا دلوقتي هنحطها على البوتاجاز تمام. لما هحطها على البوتاجاز انا دلوقتي بسويها في الشوي بقى عشان تاخد اللون الشوي الجميل ده. ايه هوريكم هنعمل ايه. هحطها دلوقتي على البوتاجاز، البخار اللي هيطلع من الميه، وخدي بالك الميه كل ما تنقص زوديها، كل ما تنقص زوديها، علشان ايه البخار الميه ده هو اللي هيسوي لنا ايه الفراخ.
هسويها بقى وارجع لكم على طول. طريقه التسويه مش محتاجه ان انا اوريها لكم، انتوا كل اللي هتعملوه هتاخدوا الصينيه تحطوها على البوتاجاز، وزي ما قلت لكم ايه نزود الميه كل ما تنقص. وطبعا هنقلب الفراخ على الوشين، اول ما نحط الشوكه ونلاقي ما فيش خلاص اي حاجه من جوه وان اللحم كله استوى، هنبتدي نديها اللون الجميل التحفه. زي ما احنا شايفين كده انا حاطه الفراخ اهي على البوتاجاز، هديها بقى ايه تقليبه كده، والميه دي بقى هتخلي لي الفراخ يبقى لحمها طري. يعني الميه دي الغرض منها انها بتسوي الفراخ بالبخار، وفي نفس الوقت ايه بتحافظ على ان اللحمه بتاعه الفراخ تبقى طريه زي ما احنا شايفين. ايه طبعا هي بقى ايه انا هفضل اقلب فيها كده وازود الميه زي ما احنا شايفين اهو. بص الميه اساسا هتعمل صوص حلو جدا، تابعوني عشان لسه في تكتين تلاتة كده علشان الفراخ بتاعتك تطلع زي بتاعه بره واحلى. الفراخ الجميله بتاعتنا هي خلصت. كل اللي انا عملته انها اول ما استوت بقيه الصوص اللي احنا سبناه في الطبق رشيته على الوش وحطيتها يعني 10 دقايق كده تحت الشوايه، خدت اللون الجميل، طعمها مش قادره اوصف لكم قد ايه لذيذ، شكلها يفتح النفس. وان شاء الله هنقدمها النهارده مع ورق العنب الجميل. انا كنت وريتكم التكات بتاعه كل ورق، طريقه ورق العنب وكل المحاشي، وهسيبها لكم برده في صندوق الوصف، وصندوق الوصف اللي هو السهم الصغير اللي جنب الفيديو على طول هتضغطوا عليه هتلاقوا كل الحاجات، اللينكات والحاجات اللي انا بسيبها لكم. يلا بينا بقى علشان نقدمها ونشوفها تبقى عامله ازاي. وادي السيرفيس بتاعنا خلص، تعمليه لضيوفك او لبيتك لولادك، جدا تحفة، محشي طعمه رهيب، الفراخ يعني اكلة تحفة. يا رب اكون افدتكم، وطريقة شوي رهيبة جميلة جدا، تقدري توفري بيها الكهرباء اللي غليت قوي، هتشوي الفراخ حلو جدا في البيت، هتوفري الغاز بانك هتشوي 90% من الفراخ على البوتاجاز، ويا دوبك هنولع الشوايه وقت بسيط جدا. ما تنسونيش بقى في اللايك واعملوا شير للفيديو علشان الكل يستفيد، واللي مش مشترك في القناه يشترك فيها وهتشوفوا مني وصفات واكلات جدا لذيذه باذن الله. نتقابل على خير في فيديو جديد من قناتي اكلتك من الاخر مع جيرمين. سلام.